أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة الأولى من برنامج هواية الفلك في 10 دقائق. في هذا البرنامج راح نتطرق إلى هواية علم الفلك وكيفية التدرج وصعود في هذه الهواية إلى مراحل متقدمة. راح نبتدي من النقاط الأولية أو من نقطة الصفر، وأتصور أهم شيء واحد يعرفه بالبداية هو كيفية التعرف إلى الأجرام السماوية، وبالبداية لازم نتعرف إلى القبة السماوية. حتى نقدر نتعرف على مواقع الأجرام السماوية لازم نكون عندنا علم بالخرائط الفلكية. فمثلا نبتدأ بالخريطة السماوية لشهر حزيران 2019. هذه هي الخريطة السماوية من موقع The Evening Sky Map، وهي موجودة للتحميل بصورة مجانية. مثل ما تلاحظون هنا نقطة الشمال، هنا نقطة الجنوب، وهنا نقطة الغرب والشرق. فنقوم بقلب الخريطة بحيث تكون نقطة الشمال قريبة علينا. نحدد هنا نقطة الشمال، وأيضا نحدد نقطة الأزمث واللي هي بالعربية السمت، نقطة فوق الرأس وهي في منتصف السماء. من أسهل التجمعات النجمية الممكن التعرف إليها هو الدب الأكبر، وهو شكل على شكل المغرفة، أو يسمى بالإنجليزي The Big Dipper. آخر نجمتين في الدب الأكبر ممكن تخيل خط وهمي يربط بينهما، ثم من هذا الخط الوهمي ممكن نتخيل خط وهمي آخر يمتد نحو النجم القطبي أو بولاريس كما موضح في الصورة. إذا قدرنا نتعرف إلى النجم القطبي، نقدر من خلاله نتعرف إلى الدب الأصغر أو The Little Dipper. إذا تعرفنا على هذول المجموعتين النجمية، ممكن من خلال هذه الخريطة النظر إلى السماء والتعرف إلى بقية التجمعات النجمية. النقطة الثانية هو معرفة كيفية حركة السماء، بما أنه الأرض تلف أو تدور حول نفسها مرة واحدة كل 24 ساعة، فإن السماء سوف تتحرك، وهذه الحركة تقدر بمقدار ربع درجة كل دقيقة أو 15 درجة في الساعة. هذه المعرفة راح تكون مهمة لنا في عملية التصوير الفلكي، لأنه السماء تتحرك ويجب على الجهاز المستخدم للرصد سواء كان التلسكوب أو الكاميرا بحد ذاتها يجب أن تتحرك على قاعدة دقيقة، تحركا دقيقا يتابع النجوم السماوية والأجرام السماوية، حتى لما نأخذ الصورة تكون الصورة واضحة. دوران السماء يكون من الشرق باتجاه الغرب. الثالثة ألا وهي موقع الأجرام السماوية المثالي للرصد الفلكي أو التصوير الفلكي. يجب علينا أن نراقب الأجرام السماوية عندما تكون في المواقع التي تظهر فيها في السماء بأوضح صورة. كما نعلم فإن هناك الغلاف الجوي والذي يبلغ ارتفاعه تقريبا مباشرة فوق الرأس بحدود 20 ميل، أما إذا نظرنا إلى الأفق فإن هذا البعد يتحول إلى أكثر من 100 ميل. فعندما تمر الأشعة الضوئية من خلال هذا الأفق البعيد، إذا كنا ننظر إلى الأفق وليس فوق الرأس، فإن الأشعة الضوئية سوف تتعرض إلى الكثير من العوامل الفيزيائية التي تؤدي إلى تشتت الضوء، خفوت الضوء بسبب الشوائب الموجودة في الهواء، بسبب جزيئات الهواء، وهذا يؤدي إلى تغير الألوان، وهذا يؤدي بسبب طول مرور الموجات الضوئية في الغلاف الجوي إلى إلغاء الموجات الضوئية ذات الطول القصير، وهذا يؤدي إلى عدم إمكانية رؤية ألوان الأخضر والأزرق، فقط يمكننا رؤية الألوان ذات الأطوال الموجية العالية مثل اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر كما نرى في عملية الغروب والشروق. فلذلك لا ينصح بمراقبة الأجرام السماوية إذا كانت تحت 35 أو تحت 30 درجة من الأفق. وطبعا أفضل نقطة لمراقبة أي جرم سماوي أو التصوير الفلكي هو عندما يكون أقرب إلى منتصف السماء. الطقس
هناك الكثير من المواقع الفلكية التي تعطينا معلومات كثيرة عن الطقس، وهذا يساعدنا كثيرا في عملية الرصد الفلكي، لأنه في حالات معينة من الطقس التي تؤدي إلى تشوش أو تشويه الصورة الملتقطة بسبب عوامل كثيرة، منها عوامل الاضطرابات الهوائية في التيارات الهوائية في الغلاف الجوي، أو ممكن نطلق هذا بالإنجليزي يسمى seeing أو الرؤية، حيث نرى من هذا الموقع الإلكتروني. حالة الرؤية تعتمد على عدة عوامل، من العوامل هذه هي طبعا الغيوم، الرطوبة، وأيضا يعتمد على التيارات الهوائية. بعض الأحيان لا توجد هنالك غيوم، ولكن إذا نظرنا إلى السماء سوف نرى أن النجوم تتلألأ، أو كما يسمى بالإنجليزي twinkling. هذه الظاهرة صراحة هي ظاهرة غير جيدة للرصد الفلكي، لأن هذا معنى وجود الكثير من التيارات الهوائية المضطربة التي تؤدي إلى تشوه أو تشويش الصورة. فعند التقاط صورة في هذه الظروف سوف تكون تحت المستوى المطلوب. الخامسة إلا وهي تكيف العين مع الرؤية الليلية. عند خروجنا إلى رؤية سماء الليل، فإن العين سوف تقوم بعملية تكيف للرؤية الليلية، تأخذ تقريبا 30-40 دقيقة. فمن المهم جدا عند الخروج إلى الرؤية الليلية هو عدم الرؤية إلى أي ضوء، الابتعاد عن الأضواء، أخذ ضوء أحمر. الضوء الأحمر مهم جدا، الضوء الأحمر لا يؤدي إلى تكيف العين العكسي للرؤية النهارية، فهذا أمر مهم لأنه راح نحتاج أن ننظر إلى الخريطة السماوية وننظر إلى الأدوات اللي راح نستخدمها، لازم نكون ماخذين كل العدة اللي نحتاجها معنا. من المهم أخذ الملابس السميكة لبرودة الليل، وأيضا أخذ الغذاء والماء وكل ما يحتاجه الشخص ليستمتع بعملية الرصد الفلكي بدون الرجوع إلى مناطق الضياء مثل داخل البيت أو داخل السيارة، لأن ذلك سوف يخرب عملية التكيف العيني للرؤية الليلية. عمر القمر، وكما نعلم أن القمر منازل في الشهر، ويجب أن يكون عندنا معرفة بعمر القمر في الليلة التي يكون عندنا فيها مشاريع للرصد الفلكي، سواء وخاصة هذا الأمر مهم عند محاولة التصوير الفلكي، حيث أن القمر يعكس ضوء الشمس، وهذا يؤدي إلى الكثير من التشويش الضوئي في السماء، وهذا يؤدي إلى ضعف الرؤية للأجرام السماوية الأخرى. فيجب معرفة عمر القمر، فهذا الأمر راح يكون طبعا ممكن معرفته من الخرائط السماوية الموجودة أو التطبيقات الموجودة على الكمبيوتر الهواتف الذكية. كل ما يكون القمر أقرب إلى البدر راح يكون هذا يشوش علينا أكثر في الرؤية، كل ما يكون القمر أقرب إلى المحاق هذا يكون أمر أحسن لرؤية الأجرام السماوية الأخرى. النقطة السابعة استخدام البرنامج الفلكي ستيلاريوم. ستيلاريوم هو واحد من البرامج الموجودة على الكمبيوتر التي ممكن تحميلها واستخدامها، وهو مفيد جدا لتحديد مواقع الأجرام السماوية، أيضا مفيد للتخطيط لعمليات الرصد الفلكي، ممكن من خلال هذا البرنامج التحكم بالأدوات الفلكية، أيضا نوعية الأجرام التي تريد أن تراها في السماء، الوقت، ممكن السير إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف لتحديد ما هي الأجرام السماوية التي ستظهر في السماء، كم ساعة ستكون في السماء، وهذا مهم أيضا في عمليات التصوير الفلكي. النقطة التاسعة هي The Dark Sky Areas أو مناطق السماء الصافية أو المظلمة. كما نعلم بسبب عملية التلوث الضوئي من أضواء المدينة، فمع الوقت بدأ الناس لا يستطيعون رؤية الأجرام السماوية أو مجرد درب التبانة، ولكن إذا ذهبنا إلى أي مكان ذات ظلمة كافية ممكن رؤية درب التبانة أو درب اللبانة بالعين المجردة، وهذا من أحد المتع النظرية للعين التي ليس لها نظير. كما تلاحظون ممكن استخدام بعض المواقع الإلكترونية مثل هذا الموقع الذي أنا أستخدمه كثيرا في تحديد المناطق المظلمة التي ممكن السفر إليها لملاحظة السماء بالعين المجردة، أو حتى بالرصد باستخدام الأدوات الفلكية، حيث في هذه المناطق ممكن الحصول على رؤية جيدة جدا للأجرام السماوية الخافتة أو البعيدة جدا والتي يصعب رؤيتها في سماء المدينة.
ممكن أيضا الاستمتاع بالظواهر الفلكية مثل مرور الأرض في مدارات مذنبات وما يسمى بالميتير شاور أو الاستعراض الشهبي. كل ما نبتعد طبعا عن مراكز المدينة تقل عملية التلوث الضوئي وممكن رؤيتنا الكثير من الأجرام السماوية بالعين المجردة. في الحلقة القادمة سوف نتطرق إلى الأدوات الأخرى التي ممكن استخدامها في الرصد الفلكي مثل المنظار مثل هذا. كما ترون المنظار طبعا يجب أن يوضع على الحامل حتى يكون هنالك ثبات للرؤية، وممكن استخدام الموبايل لتأخذ الصور وسوف نتطرق إلى هذا بالتفصيل في الحلقة القادمة. وأيضا سنتطرق إلى أنواع التلسكوبات التي ممكن الشخص يقتنيها وأي نوع من التلسكوب ينصح باقتنائه.